المحطه اللي تسحب مياه البزل، بعد ما وصلتنا اكثر من مناشده من الاهالي بتغدق الاراضي وارتفاع مناسيب مياه البزل، مياه الجوفيه، نتيجه للتجاوزات الكثيره على المبازل الرئيسيه. حقيقه كان الوزاره بذلت جهود، السيد قائم مقام كان له جهد متميز في دعم كوادر الوزاره، السيد محافظ الانبار، فتمكنا من السيطره على هذا الموضوع واعاده احياء الاراضي. وبالتاكيد الوزاره حريصه على انه تدعم كل مشاريعها في كل المحافظات بالتنسيق مع المحافظه المعنيه، كان تكون محافظه الانبار المتواجدين بها حاليا. استطعنا بهذه المحطه ان نخفف الضغط، اعيده الاراضي، لاحظنا نزول للمناسيب مياه البزل، وكوادرنا يعني حقيقه بالتنسيق مع الاقام مقام يعملون ليل مع النهار، وان شاء الله احنا بالامكانيات المتوفره عندنا كوزاره راح نقدم كل الدعم المطلوب لاعاده احياء هذه المحطات المهمه. وايضا وجهنا بناء على طلب السيد قائم مقام بنصب محطات متريه ونصف متريه على مبزل القدس وغيرها من هذه المناطق التي تخفف من معاناه المواطنين، وهذا واجب وزارتنا في تقديم الخدمه الملموسه للمواطن الانباري. وان شاء الله احنا حنظل في زيارات مستمره لمتابعه الوضع المائي، خصوصا ونحن مقبلين على خطه الزراعه الشتويه، وان شاء الله التوفيق للجميع. شكرا جزيلا.